يوم تاريخي، يوم تاريخي يا جماعة. لو احنا افتكرنا اخر مباراة اتلعبت في استاد التتش، ما اعرفش حد فاكرها ولا لا، رسمية، مباراة رسمية، فاكرها يا عادلي انت؟ الكلام دوت كان سنة 76، 75 اسف، سنة 75، مباراة رسمية. يعني عدى لغاية النهاردة يا جماعة 49 سنة، 49 سنة الحلم موجود، 49 سنة مجالس الإدارة بتشتغل عليه، 49 سنة الجمهور نفسه يشوفه، 49 سنة الناس كلها منتظرة ده. النهاردة احنا إن شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الأمر. ودي النهاردة إن شاء الله خطوة مهمة جدا لهذا الموضوع.